فرق بسيط من الصح والأصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا في مصر الوطن العربي. موضوع حلقة النهاردة بإذن الله عن صيد بلح الرطب، طريقة التطعيم. نزلنا قبل كده طريقة التطعيم وكان عليها بعض من الجدال، فعايز أقول كلمة صغيرة بس، أي طريقة هتجربها وهتنزل تجيب فيها سمك فيها صح، بصرف النظر عن طريقة الاستخدام، بس في فرق بسيط من الصح والأصح. لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه فاشترك وفعل زر الجرس. تعالى بينا اشرح لك النهارده ثلاث طرق وكل طريقه اشرح لك ايه مميزاتها وايه عيوبها. تابعوا معانا. طبعا الادله المستخدمه معانا النهارده غابة 4 متر ومكنه 5000 عليها شعر اساسي 45 ومنرمل ب 35 واول طريقه لصيد البلح. في كل الطرق صيد البلح هتركب مدور، يعني لازم رصاصه وعليها مدور. في ناس بتشتغل بسن واحد، الاغلبيه بتشتغل بسن واحد، وفي ناس زينا بتشتغل بسنين. طيب طريقه تطعيم البلح، نجيب بلحه هنبدا برده نشيل النوى زي كل مره. نشيل النوى السلكه اللي بنستخدمها كل مره. في ناس كانت معترضة احنا ليه شغالين سنين؟ دلوقتي السن الواحد ده مش بص هيخش في البلحة كده مش هقوم اشيلها، فانت هتضطر تعمل ايه؟ تروح جاي فتلة سودة، فتلة عادية خالص من بتاعة الايه الخياطة بتاعت البقرة ايه. دي للناس اللي بتصطاد حداف وبترمي بعيد، عشان السن السلاح ده مش هيقدر يشيل البلحة وهتبدأ تلفها على الايه على البلحة. المنظر ده كده في الاخر تروح جاي رابط. كده انت تقدر تهدف البلحه دي في اي مكان انت عايزه، ليه؟ الخيط ماسكها والسلاح جواها، وهتبدا طبعا تروح جاي مركب الوش بتاعنا في المدور، هجي اقفل المدور هتبقى بالمنظر ده. كده انت تقدر تحذف البلحه. طيب افرض بقى انا طلعت دلوقتي على الميه ونسيت البقره دي، انا مش كل مره هطلع افتكر. تعالى بقى نشوف طريقه تانية بتطعيم البلح افضل من دي. تاني طريقه لصيد البلح، طبعا نفس السلاح اللي احنا شغالين بيه رقم واحد. نجيب السلكه دي مشتركه معانا في كل حاجه، اي نوع فاكهه السلكه دي لازم تكون موجوده. نبدأ ندخل السنة في الخاية، طرف البلحة من المنظر ده كده، ونبدأ ندخل الخاية في المدور. 99% من صائدين البلح بيصيدوا بالطريقة دي. طب هو دلوقتي احنا دلوقتي البلحة شايلة سن واحد، هتيجي ترمي البلحة دي هتسيب السن، هتروح جاي عامل خايه كدابه بالمنظر ده كده، تروح جاي عاملها كده. دلوقتي بصوا كده، الطريقه دي جميله وكل حاجه، بس هي المشكله انها هتخلي البلحه بالعرض زي ما انتم شايفين كده. طيب دلوقتي ساعات القرموط بيخش يجي يمسك البلحه دي من هنا، يحس بالشعر اللي احنا عاملينه بتاع الخايه الكدابه ده، فبيضطر يروح جاي خابطها وسايبها. دي معانا دي تاني طريقة، بس مع الأسف مش فعالة مع كل السمك. اه البني ممكن تاخدها وتمشي، لكن القرموط هيجسها ويروح جاي سايبها وماشي، هيحس بالشعر مش هيخش عليها. تعال معانا نشوف آخر طريقة لتطعيم البلح الرطب، وهي دي أنجح طريقة لصيد البلح الرطب. بالحقيقة هنبدأ برضو نشيل النوى. طب هو القرموط ممكن ياكلها من غير نوى؟ هو أصلا القرموط بياكلها بنواها يعني، بس احنا بنشيل النوى عشان نعرف ندخل السلك. نبدا نعمل وش. السنين بتوعنا هم
زي ما متعودين. نبدأ ندخل السلكة في الخيط بالمنظر ده، نجيب البلهاية بالمنظر ده كده. بص كده السنين في البلحة شالين البلحة، مهما ترمي ومهما تعمل بيها ومهما دناها قاعدة في المية عمرها ما هتقع. والقرموط لو جه مسك البلحية مش عليها خيط، مش عليها خيط زي الطريقة اللي قبل كده، القرموط هيتضايق منها وممكن يشك فيها فيسيبها ويمشي. لكن هي زي ما انتم شايفين كده السنين مختفيين جواها والخيط شايلها. وطبعا هنبدأ هتبقى بالمنظر ده غير الطريقة التانية. بص دلوقتي كده بتطول ازاي على الشعر، التانية كانت بالعرض. وهنبدأ نركب برضو الخيط بالمدور بتاعنا ونبدأ نستوب. وزي ما قلنا قبل كده اي طريقة اجيب بيها سمك فيها طريقة صح، بس في فرق بين الصح والاصح. احنا هنا دورنا ان احنا بنعرفك ايه الشغل المظبوط اللي في جميع الاحوال، ان السمكة لو دخلت عليها ما يكونش عندها شك ان هي دي طعمة، ده فخ احنا عاملينه عشان نصيد بيها نصيد السمك. اتمنى اكون ضفت لك معلومة سواء مبتدئ او محترف. ولو الفيديو عجبك ما تنساش الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس وتقولي رأيك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.